واهلا وسهلا فيكم في قناة فرح وحمزة. اليوم الفيديو معي انا فرح، رح نعمل كيك اسفنجي وكمان معه ليمون، يعني كيكة ليمون اسفنجية رح تكون كتير طيبة. وخليكم معي لتشوفوا المقادير. اول شي 4 بيضات، نص كاسة زيت، كاسة سكر، كاستين طحين، كاسة حليب، معلقتين بيكنج باودر، ومعلقة صغيرة فانيلا، وشوية برش ليمون لأنه ما بدنا نكتر، إذا كترنا كثير بتمرمل بيصير أبدا مو طيب. وكمان القالب دهنته بزبدة وطحين. خلونا نبلش. أول شي رح أفقس البيض، هن 4 بيضات، طبعاً أكيد لازم نغسل إيدينا قبل ما نبلش أي شيء. بعد ما حطينا 4 بيضات وكاسة سكر رح نحط معلقة فانيلا صغيرة عشان الزنخة تبع البيض تروح، ورح نرشها، رح نخفقهم بالخفاقة عشان يطلع لنا الهواء وينفش الدم. عشان هيك ما ينفش الدم. هلا طلع في فقاعات. بعد ما خفقتهم وطلع لهم فقاعات ورغوة، رح احط كاسة حليب ونص كاسة الزيت فوقهم، ورح اخلطهم بالمعلقة مشان ما يطرش. ابدا ما رح استعمل الخفاقة هلا، فيلا هي كاسة الحليب رح احطها، وبعدين رح احط نص كاسة الزيت، بعد ما تجانسوا الحليب والزيت والبيض والسكر والفانيلا وصاروا هيك مثل المرقة صاروا تقريبا، راح احط برش الليمون. طبعا انا ابدا ما خفيتهم بالخفاقة الحليب والزيت، راح احط برش الليمون، ما كترت كتير بس شوي. بعدين راح احط اول كاسة طحين، بعدين رح اخفقهم عشان ما يردوا يطرشوا لانه الخفاقة قوية رح تطير الطحين. بعدين رح احط الثانية، رح اخفقهم معلقتين بيكنج باودر، معلقتين كبار. هي أول معلقة، هي الثانية. طبعا بهي الأثناء رح نكون حمينا الفرن مشان بس نخلصه رأسا نحطه يكون حامي، رح أخلطه مشان بس ما يصير طحين. رح يبلش يجمد ويتجانس،
بعد ما خلصنا وصرعنا الجيران بصوص الخفاقة، صار وقت انه نحطه بالقالب او بالصينية، بعدين نحطه بالفرن لمدة 40 دقيقة ونشوف على حسب الفرن او الحرارة. Wow!